نفسك استاذ. انا عماد حنفي محمد شيخ الاسمنت بورتلاند تورا المصريه اللي اتباعت لشركه طلاينا بربع الثمن او اقل من ربع الثمن، وشركه حصلت عليها وطفشت العماله طفشت 90% من العماله، وبعدين العامل اللي عايز يرجع لشغله وعدى عن استقالته مش عايزين يرجعها لان بيتحججوا بالقوانين اللي هو عملها النظام البائد بتقف معاهم، وفي نفس الوقت مش عارف العامل يرجع لشغله ولا ياخد حقه، وفي نفس الوقت العماله دلوقتي تدرس في الشوارع مش لاقي شغل اصلا، بلد ما فيهاش شغل اساسا، واحنا نبيع شركات ليه اساسا؟ يعني مطالبك ايه؟ بتطالب ايه؟ بنطالب القوانين اللي بتاعت العمل تتغير زي ما الدستور بتغير. تمام. ما نستناش احنا نستنى لحد ما العمال كلهم مش عارف ياخد حقها في الشغل. هل جمعتوا نفسكم مجموعه معينه وقدمتوا هذه الطلبات لمجلس الوزراء؟ قدمنا لمجلس الوزراء ومجلس العايز كده ما حدش بيسال في اي حد. وقبل كده من خمس سنين قدمنا وقدمنا طلب لنائب العام بالناس ياخد حقها مش حدش بيسال فيهم. ولا حد بيسال في حد، ما حدش فاضل حد. يعني انت من خلال شبكه يقين بتطالب المسؤولين بتعجيل تغيير القوانين اللي انت تعديل قوانين العمل فورا، ورجع العمال بتاع شركه القطاع العمال ترجع اللي عايز ترجع لو في حد خد فلوس يرجعها ويرجع تاني العمل ده مش عايز حد. طب ما الشركات شغاله، شركه الاسمنت تقدر تكسب 1800 مليون جنيه نت ماشي 500% من العماله، ده شركاتنا في بلدنا هنا، ما يجيش واحد اجنبي يحتكر في العمل ويحتكر المنتج الاسمنت ب 125 بيبيعوا 660 جنيه. لا المصريين بيدفعوا الثمن ده غالي، وبعدين الحاجه بتغلى، مين هيدفع الثمن ده كله والشقه بتغلى ومفيش حد بيلاقي شغل علشان يجيب شقه ولا يتجوز؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي العمال لهم ارباح مرحله من 27 لحد 2005 ما حدش خدها. الحاجه الثانيه بيدوا بعض الناس فلوس كل دفعه غير الثانيه، ومع انهم قطاع اعمال، وبعدين بقى قطاع اعمال قطاع خاص، ولحد دلوقتي مش شايفين راسنا من رجلينا، وانا عايش مش عارفين، ما حدش فاضل حد ولا حد بيسال حد، ومجرد هات ورق وارمي وخلاص على كده. وبعدين الحكومه متواطئه لحد وقتنا هذا، متواطئه مع في كل حاجه. شكرا. والقبل كده اكبر متواطئ. شكرا. عفوا.